طب انا مش محتاج اصلا اقول اي حاجه غير ده، انا مش محتاج اقول اي حاجه غير ده. يا جماله يا جماله يا حركاته يا جم... يا والي يا والي يا والي يا والي. بص هنفضل كده لحد الصبح بقى. شايف انا الجبنه يالا؟ تعالوا النهارده نعمل حاجه تتاكل جامده جدا جدا ورخيصه جدا. هتجيب قرصه عاديه خالص من اي فرنه، قرصه بالشمر او قرصه ساده، بس انا جبتها بالشمر يعني عشان دي اللي لقيتها كانت واقفه عليها بجنيه. وهتجيب لانشون عادي خالص، ممكن تجيب مثلا ب2 جنيه ولا ب5 جنيه، اقل حاجه اقل حاجه حرفيا، لان انت مش هتاخد بس غير شريحه واحده. وهتجيب جبنه رومي شريحة واحدة برضو بس. ويلا بينا في الخطوات على طول. هتجيب القرصة اللي هي بالشمر دي كده وتقسمها نصين، تمام؟ ده كده بقى شكلها بعد ما قسمناها. هتجيب الحتة دي كده وتحط عليها جبنة رومي كده زي ما انتم شايفين كده، ونحطها على النار لحد ما تسيح. نحطها كده على النار ونقفل كده عليها دي لحد ما الجبنة تسيح خالص جواها، ونرجع ونشوف هتبقى عاملة ازاي. ده بقى شكلها كل شوية عمال اقلبها كده يعني عشان لحد ما الجبنة تسيح خالص، وهي اصلا بدأت اصلا تعمل شكل الجريل يعني كده اللي هو الخطوط يعني دي. سامعين الصوت؟ سامعين الصوت؟ بس هنخليها لحد ما الجبنة تسيح خالص. ده بقى شكلها بعد ما سيحنا الجبنة من جوه، ريحتها جامدة جدا جدا حرفيا. دلوقتي بقى هنحط اللانشون. والله لا تشوف الجمال والحلاوة، يا الله على الجبنة يا الله. طب انا مش محتاج اصلا اقول اي حاجة غير ده، انا مش محتاج اقول اي حاجة غير ده. يا جماله يا جماله يا حركاته يا جم... يا والي يا والي يا والي يا والي. بص هنفضل كده لحد الصبح بقى. شايف انا الجبنة يالا؟ جيب بقى يا زميلي ايه شريحة اللانشون بتاعتك الجميلة، تحطها كده هنا وتقفل. بقى عندك حاجة جامدة جدا جدا حرفيا. تعالوا بينا ندوق. بسم الله. يا الله، حاجة حرفيا شير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل لمية ألف قبل نهاية السنة. وروح بس كده على اليوتيوب كده عشان أنا عايز آخد الدرع بتاع اليوتيوب ده في أسرع وقت، وعلى الانستجرام كمان يعني لأن برضو بنقدم هناك حاجات عظمة جدا جدا. وكالعادة دوسة كوتش، سلام عليكم.